ألو، كيف حالك يا ماما؟ ماما بينا كتير غلبتنا أنا وبابا، مش عارفة إيش أعمل لها، بتضلها تعيط، إيش أسوي؟ ماشي، حاضر، ماشي. طيب أنت مطولة؟ ماشي، بس ما تطوليش كتير. خلاص ماشي، ماشي. بالنسبة لحركة الأفراد من وإلى قطاع غزة، نعرف أن قطاع غزة محاصر منذ سنوات. هناك منفذين لقطاع غزة، معبر رفح جنوب القطاع، المعبر الحدودي مع جمهورية مصر العربية، وأيضا معبر بيت حنون شمال قطاع غزة مع إسرائيل. الحركة محدودة جدا، المعابر ما تزال مغلقة. بمجرد وصولي للمكتب كنت أتنفس صعداء، على طول أصلي أشكر ربنا، وهي كانت طقوس يومية. على طول أول ما أسمع أي صوت انفجار أو قصف أرفع سماعة التليفون، أتصل على أولادي وزوجي، وبعدين أتصل على والدتي ووالدي، أصدقائي اللي في المكتب، المراسلين التانيين، برضو كنت أشيل همهم وأخاف وأسأل من أي منطقة أنت جاي، أنت وين رايح. أنت موضوع استشهاد الصحفيين واستهدافهم خلانا بصراحة نتأثر إحنا كصحفيين. صدمتي كانت كبيرة جدا لما عرفت انه زميل لإلي حامد شهاب الله يرحمه استشهد بصاروخ استهدفه مباشرة في سيارته. الحمد لله على سلامتك. أبويا استشهد من هذه الثلاثة. كثير أثر في مشاهد الست الفلسطينية وهي طالعة بملابس الصلاة، حافيين وناس ولاد عز، يعني إنه يصير فيهم هيك، عن جد عن جد أثر فيهم. أنا كنت كل ما أروح الشفا يعني أحاول إنه عيني ما تجيش في عينهم، لأن كنت أخجل منهم. كنت تحسي حالك مشلولة، شو اللي ممكن تقدمي لهم؟ إيش تعطيهم؟ إيش تقولي لهم؟ كيف تصبريهم؟ مأساة. يعني أكبر هاجس كان عندي هو أنا كيف بدي أترك البيت، وأنا عارفة إنه يعني الحرب ساخنة جدا، بطلع والقصف شغال، برجع والقصف شغال، فكان أصعب شيء كيف أنا راح أطلع من البيت وأترك عيلتي، وبنفس الوقت إنه أنا لازم أطلع من البيت، ما فيش عندي خيار تاني، لازم أكون على رأس عملي. ما بدنا نرجع لحرب جديدة. كانت صدمة لإلي لأنه كنت يعني عندي طفلة لسه 3 شهور، شعور صعب جدا. أنا في الحروب اللي فاتت في التغطية تركت البيت واضطريت إنه أبات خارج المنزل. في الحرب الأولى 2009 قضيت 21 يوم بالكامل خارج المنزل. يعني الأسئلة اللي صارت
تتكرر عند اولادي، يا ماما انت ليش بتشتغلي صحفيه؟ يا ماما ايش رايك تبطلي؟ يا ماما احنا ما بنحب شغلك هذا، يا ريت ما تطولي. طب ليش يعني مثلا كانوا يشوفوا زوجة اخي موجوده في البيت معاهم كذا، ليش خالته قاعده وانت طالعه؟ ليش كلنا قاعدين في البيت وانت رايحه على الشغل؟ خلص سيب الشغل، خلص خليكي قاعده معنا، بس تخلص الحرب بترجعي على الشغل. فكان يعني انا كنت اشوف القلق بعينيهم وانا طالعه. يمكن ما بيشعروا انه هم قلقانين علي، ما بيشعروا لانهم صغار مش عارفين حجم الخطر الموجود خارج جدران البيت، ولكن كانوا كمان هم بيقلقوا بدهم حدا يكون جنبهم يسليهم يطمنهم يطبطب عليهم، بدهم انا اكون، لانه الطفل بيشعر بالامان بس في حضن امه.